يقول: صليت صلاة المغرب في جماعة ولحقت بركعتين، يعني لحقت على، يعني لحقت على ركعتين. كيف يعني أتم صلاتي؟ يعني هو يعني هذا السيد إن شاء الله تبارك وتعالى دخل إلى الصلاة مع الإمام في صلاة المغرب، والصلاة المغرب هي صلاة ثلاثية، فلحق إن شاء الله الركعة الثانية. معناه وشحال فاتوا؟ فاتوا الركعة الأولى، يعني فاتوا الركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لك: فقضوا، قضي ما فاتك. إذا غادي تصلي معهم تايا الثانية بالفاتحة والصورة أدركتها، ثم تشهدت معهم، ثم تقوم للثالثة يصليها بالفاتحة سرا وتأتم به، فيجلس ليتشهد في الركعة الثالثة اللي هي عندك الثانية، فيسلم. انت واش موقع لك؟ قالت لك الركعة الأولى. الركعة الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى في المغرب تصلى جهرا وفيها الفاتحة والصورة، فاقضيها، اقضي ما فاتك، اقضي ما فاتك. حينما يسلم قم أنت، قم وقرأ الفاتحة والصورة جهرا ديال الركعة الأولى التي فاتتك، ثم اركع واسجد وتشهد وسلم. هذه مسألة بسيطة إن شاء الله تبارك وتعالى.